السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين. كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة شهر رمضان، والنهاردة 12 رمضان. هنقدم لكم أيتم سمك بوري محشي بالجمبري، وإن شاء الله هيعجبكم. ولأول مرة في تاريخ فن الطهي سمك بوري محشي بالجمبري، وهنشوف مع بعض هنعمله إزاي، وإن شاء الله هيعجبكم وهتعملوه في البيت. دي سمك بوري، نجيب السمكة المتوسطة كده، طبعا سمك متنضف مع متنضف. هنجيب السمكة المتوسطة، لأن طبعا بيبقى فيه سمك نفس السمك سمك تبار، بس سمك البوري معروف تبقى دماغه مدورة كده ومعروف، لكن السمك التبار بيبقى بوزه مدبدب شوية عن كده. وهنشوف مع بعض هنعمله ازاي، وإن شاء الله هيعجبكم. نجيب السمكة نفتحها من الظهر كده، نفتح السمكة من الظهر كده، زي ما انتم شايفين كده. طبعا معانا الجمبري ومعانا السمك ومعانا البسكيز، وهنشوف هنتبله ازاي. هياخد مستردة، توم، شبت، ملح، كمون. تتبيلة السمك نفس تتبيلة الجمبري، نفس تتبيلة البسكيز. ندي ملح، اعطينا توم وندي ملح. وندي شبت، واهم حاجة الشبت دي، لان الشبت طبعا السمك بيحب الشبت. وان شاء الله الطريقة تعجبكم وتعملوها في البيت، وسهلة جدا. وندي كمون، مستردة، ونقلب كده زي ما انتم شايفين. نقلب السمك كويس كده من جوه، ونقلب الجمبري برضو زي ما انتم شايفين كده. والبسكيز بتاع بتاع السمك، وهي تتبيله واحده. التتبيله طبعا بتبقى توم، شبت، ملح، كمون، وممكن نديله ليمون. ونجيب الصينيه اللي هنحط فيها الجمبري السمك، طبعا هيتحشى كده زي ما انتم شايفين. ودي أول مرة في تاريخ فن الطهي سمك بوري يتحشى بالجمبري زي ما انتم شايفين كده، وإن شاء الله الطريقة تعجبكم وتعملوها في البيت، وسهلة جدا. زي ما انتم شايفين كده، وندي بسكيز على الوش، زي ما انتم شايفين كده. سمك بوري محشي بالجمبري، طريقة سهلة جدا، وان شاء الله تعجبكم وتعملوها في البيت. بعد كده هنعمل صوص ليمون بتر. صوص ليمون بتر عبارة عن ليمون وزبدة، طبعا دي هنديه للسمك عشان خاطر طبعا بيلمع بيه السمك، بيدي روح للسمك، بيديله طعم وتست، اللي هو الصوص ايه، صوص ليمون بتر، صوص زبدة وليمون. وبعد كده هنعمل معاكم رز بالجمبري. الرز بالجمبري ده بياخد طبعا جمبري، بياخد زبدة، بياخد شبت، وهنشوف مع بعض ما هنعملوه ازاي. هندي هنا بيون، مش هنكتر بيون، وهندخل الفرن على كده.
هنعمل الصوص ليمون بتر، ندي زبده زي ما انتم شايفين كده، صوص ليمون بتر بياخد زبده وليمون. طبعا بنديها على الوش على طول بعد ما نظبط الطبق بتاعنا ونقرنش الطبق في الاخر خالص، ندي الزبده والليمون على الوش، بنلمع بيه السمك، بدي روح طبعا للسمك والجمبري، بدي له طعم وتيست. ننزل بالليمون زي ما انتم شايفين، ما بياخدش معانا حاجه خالص على النار، دقيقه واحده ونرفع. بعد كده هنعمل رز جمبري، وان شاء الله طريقه سهله وتعجبكم وتعملوها في البيت. كده الصوص ليمون بتر خلاص ما باخدش دقيقة، ونعمل بقى رز بالجمبري، نديله زبدة وننزل بالجمبري بعد على طول كده. ونقلب كويس. طبعا احنا بننزل بالجمبري الاول عشان خاطر طبعا الجمبري اول ما بننزل بلانشيه ناخد الجمبري بلانشيه بيمنع الزفارة. تاني حاجة بنزل عصارة، العصارة دي بتعمل تيست للرز. ندي كمون، ندي ملح، ندي شبت، ونقلب كده زي ما انتم شايفين. وانزل معانا الرز، ننزل بالرز. ونقلب كويس كده زي ما انتم شايفين. وننزل بالشبت زي ما انتم شايفين كده. وندي فلفل برموزان ان شاء الله الطريقه تعجبكم وتعملوها في البيت وسهله جدا. يبقى الرز بالجمبري ياخد معانا زبده جمبري شبت. كده الرز معانا جاهز، السمك البوري محشي جمبري جاهز ومعانا في الفرن، وان شاء الله طريقه تعجبكم وتعملوها في البيت. ودي اول مره في تاريخ فن الطهي بنعمل بوري محشي بالجمبري. كده الرز خلاص وصوص ليمون بتر خلاص، ومعانا السمك في الفرن، وان شاء الله طريقه سهله جدا وتعجبكم وتعملوها في البيت، ونشوف الطبق يطلع معانا ازاي. وفاصل ونواصل على طول مع بعض، انتظروني بعد الفاصل.
ورجعنا لكم من الفاصل ونشوف مع بعض الطبق هيطلع ازاي، وان شاء الله هيعجبكم. كده الجمبري طلعنا السمك من الفرن، الجمبري السمك البوري محشي بالجمبري بالطريقه اللي انتم شايفينها ديت، وان شاء الله دي طريقه تعجبكم وطريقه جميله جدا ولاول مره في تاريخ فن الطهي سمك بوري محشي بالجمبري. زي ما انتم شايفين كده طريقه جميله جدا وسهله جدا، ونعملها مع بعض ان شاء الله. زي ما انتم شايفين الصوص المنبطر اللي احنا عملناه بقى، احنا نلمع بيه الجمبري كده مع السمك، طبعا بيدي روح للسمك والجمبري وبيدي طعم وتيست. ودي الطبق بتاعنا زي ما انتم شايفين، سمك البوري محشي بالجمبري، رز جمبري، وطريقة سهلة جدا وإن شاء الله تعجبكم وتعملوها في البيت. وأتمنى إن أنتوا تتابعوني وتتابعوني على قناة اليوتيوب باسم الشيف هاني عيسى، في فيديوهات كتير، فيديوهات لحوم هتعجبكم، فيديوهات أسماك هتعجبكم، سلطات هتعجبكم، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم. وما تنسوش اللايك معانا. وغود باي.